مستر كولر، عايز اقول لحضراتكم حاجه. امبارح حضراتكم شفتوا تغير كبير جدا ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، صح؟ اقول لحضراتكم سر او معلومه، هي ليست سرا هي معلومه. ما بين شوطي المباراه مستر كولر اللي بيقول لي، قال لي ان مستر كولر لاول مره اللعيبه تشوفه بهذه النرفزه، بهذه العصبية. لأول مرة كان مستر كولر يكون شديد اللهجة مع معظم اللاعبين في الشوط الأول ما بين شوطي المباراة، ما اتكلمش مع حد بعينه، ولكن قال لهم انتوا ما معناه ان انتوا أحسن من كده بكتير جدا جدا، وفريق جيش فريق كويس، ما ينفعش نطلع بالشكل اللي احنا فيه. عشان كده شفتوا تغير كبير في الشوط الثاني. مستر كولر مع لعيبة النادي الأهلي خلال الساعات اللي فاتت وتحديدا عقب المباراة اتكلم عن أهمية استمرارية الانتصار، خصوصا أمام بيراميدز المنافس الرئيسي للنادي الأهلي، في ظل أن أنت بتزحف نحو القمة بالرغم من صعوبة المواجهات اللي بيخوضها النادي الأهلي، ولكن هو ده قدر الفريق، وهو ده الفريق الذي يبحث عن التتويج، يجب أن يفوز على كل الفرق. يمكن النهاردة زي ما حضراتكم دايما عارفين أن بتبقى غالبا تاني يوم بعد المباراة المستر مارسيل كولر بيكون مدي أجازة راحة سلبية وفقا للجهاز الفني اللي أعطى لكل اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس لإعداد وتجهيز أنفسهم خلال اليومين ثلاثة اللي جايين ما قبل هذه المواجهة الصعبة جدا جدا جدا. طيب